ده ألبوم صور عيلتي، ألبوم فاضي أبيض مرتاح ملوش عيلة، أنا مرتبة وحيدة. بس ده كان قبل ما سافر ولف العالم، ولقاني أمريكان ماتريس رحت أمريكا، شفت هناك مراتب أشكال وألوان. وكمان شفت ده كتالوج عادي، بس فيه قصة حياتي ومنه عرفت عيلتي. عيلتي جوايا واسمها البوكت كويلز، مجموعة أسلاك حلزونية كل واحدة ملفوفة في جراب قماش، وكلهم اتجمعوا عشان يخلوني مرتبة تعزل الحركة. مش هنسى وقفتهم معايا لما ميدو كان بيلعب ويتنطط وبابا سايب عليا صينية الشاي، ولا مامة ميدو اللي اختارتني بس عشان أنا بالبوكت كويلز. ده ألبوم العيلة ودي أول صورة فيه. خلصت رحلتي، عرفت فيها كتير، ولسه ما عرفتش ازاي الطيارة هترجع سريع.